السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من التلفزة التونسية، هذه عناوينها: نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية في بعض المناطق الريفية، والأخبار تنقل صورة عن معاناة السكان اليومية رغم التزويد والمراقبة من قبل وزارة التجارة. انطلاق أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس بحضور نقابيين وضيوف ومنظمات من تونس والخارج. الحلف الأطلسي يتهم روسيا بتعزيز حشدها العسكري الضخم قرب أوكرانيا، ووزارة الخارجية تؤكد أنها على تواصل مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا. أهلا بكم. نستهل النشرة بمشغل استهلاكي ونتحدث عن النقص الحاد في العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسميد وغيرها، إشكال بات الشغل الشاغل لطيف واسع من التونسيين ويزداد حدة خاصة في المناطق الريفية. كاميرا الأخبار تحولت إلى ولاية بنزرت، تنقلت إلى أعماق أريابها وتتبعت ما يعانيه سكان هذه المناطق في سبيل الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية. في المقابل تعمل وزارة التجارة على تزويد السوق بكميات من هذه المواد. نتابع. بين هذه السهول والجبال يمتطون دوابهم باحثين عن لقمة عيش قالوا إنهم فقدوها، حتى إن بعضهم ألف الجوع. أنا ولفنا بالشر، لأن الشر مع الناس زيد ما ولفناش، ولفنا بالشر. في غزالة، عوانة، بوجبلة، سجنان وغيرها من القرى في أعماق ريف بنزرت، وربما هي صورة ذاتها في مناطق أخرى من البلاد، مواطنون ترصدهم عدسة الكاميرا، من كان في طريقه باحثا عن قليل من الدقيق لأبنائه، ومن استكمل جمع الحطب في الانتظار، فأغلب المواد الأساسية مفقودة هنا. الخبز مش موجود، بعد خمسة أيام بعد رايح يجيبوا الخبز. الزيت ما فماش مرة واحدة، عندي شوية قمح وشوية شعير نرحيهم ونطيب بهم، وبالنسبة ما عندوش الا غالب يبقى، كان عنده شوية عولة هاك يدور عليها ما عندوش الا غالب يبقى هو ولاده على الشر. ولدي ندنيله في الكسكسي بالزبدة، وأنت وصغارك وصغار نخطفوا الخبز، وقت ناكلوا نشروا الخبز ما لقيناش خبز، حتى الخبز ما يجيناش. فقدان لمواد أساسية انطلقت معه وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تزويد السوق بكميات من الزيت النباتي المدعم ومادة السميد في عديد جهات البلاد لتجاوز النقص الحاصل، غير أن هذه الكميات تبقى غير كافية حسب التجار. باش نرجعوا بالعشورية كنت عقبال جابوا لي بنايه عمي كمية محدودة ما تكفيش حتى حوانتي برك، تسمع بها صغيرة أكثر من الكسكسي. العباد اكثر من الزيتيات، جايب كاميون طر جايب الزيت وجه جماعه هز الزيت جايبين 100 دجاج. انت وجعتني وجعتني 10 كانوا معطونا طرف 10 شاير في 100 كليون قداش يجوا الناس قاعده للشهر البره في الاريا هاي، ونجوا لهنا نلقوا تسميد فهمني 20 ولا 30 شكار اللي من مش فرقوا. انا 73 كليون يمدوا لي هم 5 كاجوات في الشهر، لشكون باش نعطيه الزيت المدعم؟ نحوله الدعم خلي يولي ب 2000 ب 3000 وخلي يتوفر. ولتلافي هذا النقص تعمل مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على مراقبة عملية توزيع كميات من المواد الأساسية في الأسواق بمختلف جهات البلاد تصديا لكل عمليات الاحتكار. وزعنا من آخر فيفري من 27 جانفي حتى اليوم 876 طن من مادة السميد في ولاية بنزرت. بالنسبة للزيت المدعم من جانفي وفيفري وزعنا تقريب 551,546 لتر، اللي هي كميات ما تقربش صحيح للكميات العادية متى السنوات الفارطة. دورنا أنه نراقبوا مسالك التوزيع، نتصدى لكل ممارسات الاحتكارية. مطمئن المستهلك ما فماش إشكال، راو الكميات والمخزونات موجودة. احنا اليوم باش جينا قرابة 210 ترانت وعندنا تو مخزونات كبيرة موجودة. قمنا قرابة 400 محضر بحث وتم حجز يعني عديد المنتوجات الاستهلاكية الحساسة. منتوجات استهلاكية أساسية تضخ في الأسواق وعمليات مراقبة تصديا لكل الممارسات الاحتكارية يتواصل رغمها النقص الفادح في مواد يستهلكها التونسي يوميا. ليبقى التساؤل مطروحا، كيف لبلد يحتوي على هذه الأراضي الخصبة أن تفقد فيه مثل هذه المواد؟ وتلك هي المفارقة.
هذا التساؤل ونقص المواد الغذائية الأساسية مواضيع نناقشها مع ضيف الأخبار مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. إذن كما تابعنا في الروبورتاج، المواطن في عديد المناطق وخاصة في المناطق الريفية يعاني من نقص حاد وربما انعدام المواد الأساسية، رغم أن وزارة التجارة تتحدث في كل مرة عن ضخ كميات مهمة. هذه الكميات المواطن لا يجد لها صدى، لا يجد لها يعني أثر في الأسواق. كيف تفسر ذلك ومتى يتم تلافي هذا الإشكال؟ هو ما فماش انعدام في التزويد بالمواد الأساسية، تصير بعض الاضطرابات الظرفية. وزارة التجارة قاعدة عاملة مجهود كبير على مستوى توفير التزويد وخاصة توجيهه نحو المناطق الريفية كما ترى، اللي هي مستحقة أكثر للمواد هذه، وباعتبار فيها صعوبات معناها في النسيج التجاري متاعها في سلاسة عمليات التزويد. الوضعية حاليا معناها قاعدة تتحسن بشكل كبير، يوميا تقريبا ضخوا أكثر من 1200 طن من مادة السميد، مركزين في برامج توزيع مكثف تستهدف معناها كل يوم تقريبا 8 ولايات تمشي لها كميات استثنائية باش يقع معناها تغطية النقص والاضطراب هذايا، وباش يقع معناها طمأنة المواطنين وتوفير المادة هذايا. كميات القمح أيضا يعني موجودة، نفس الحصص الشهرية قاعدة معناها تتوزع وقاعدة تنتج يوميا، تقريبا 25 ألف قنطار من مادة السميد يوميا يتوزع، منها كميات تمشي للاستهلاك على حالتها ومنها كميات تمشي للعجين الغذائي. مادة الأرز كيف يعني المواد البديلة الأخرى قاعدة تتوفر معناها تدريجيا بعد الاضطرابات الظرفية اللي شهدتها، وهذا العمل اليومي. بالنسبة للزيت المدعم حاليا احنا فما كميات انطلقت يوم 3 فيفري تقريبا 6000 طن قاعد حاليا التوزيع متاعها، يعني هي على مشارف معناها النهاية متاع التوزيع، ان شاء الله باش تلحقها كمية اخرى ب 7000 طن معناها باش تنطلق في الفترة القادمة، وان شاء الله في شهر مارس كيف معناها باش تكون فما كمية اخرى ب 12000 طن. نحب نذكر فما سياق عالمي وفما معناها صعوبة حتى في كل الدول معناها في التزود بالمواد الأساسية نظرا للعوامل يعني الجيو استراتيجية ومعناه عديد من العوامل الأخرى، صعوبات لوجستية في علاقة بالنقل ومعناه الشحن الدولي. احنا على كل حال قاعدين نوجه في الكميات نحو المناطق الريفية نحو الأحياء الشعبية المستحقة للمواد هذه بالتوازي مع التزويد. أيضا عندنا برامج رقابية لأنه معناه في قبل الحديث عن الرقابة سيد حسام الدين جبابلي هنا سيد حسام الدين التويتي عفوا هنا، هل نتحدث عن مسألة أسابيع أيام أشهر؟ متى يتم السوق تستعيد ربما توازنها ونعود إلى التزود بشكل طبيعي بهذه المواد؟ حاليا نسق التزويد راهو رجع بشكل طبيعي. شنو هو اللي مازال فما نسق الاستهلاك اللي هو قعد فما طلب معناه متزايد وهذا نتفهمه، فما بعض الخوف من عند المواطنين اللي قاعده معناه تتزود ماذا به يوميا يتزود معناه بالمواد هذه، وفما خاصة حتى مع اقتراب شهر رمضان اللي يعمل في مخزونات ايضا فما طلب مهني كبير على المواد هذه في علاقه معناه بالتحضير لشهر رمضان، فما تخوفات. لهنا نحب نطمنوا الناس الكل راهو انتاجنا اليومي متواصل، ما فما حتى انقطاع في الانتاج، وعملية التزويد رجعت بشكل طبيعي، فقط نرجع للنسق العادي للاستهلاك متاعنا العائلي وإلا المهني باش يرجع معناه التزويد يكون معناه متوفر. مع هذا برزت بعض العمليات متاع الاحتكار، وفما بعض الأطراف ولا الناس اللي تتلاعب بقوت المواطن اللي حتى من المواد متوفرة عندها تتعمد عدم عرضها للمواطنين باش تخلي أكل لهفة موجودة وديما تخلي أكل إحساس بالنقص، هذا نتعاملوا معه بجانب رقابي. إذا نتحدث عن الرقابة ومراقبة مسالك التوزيع والتصدي للممارسات الاحتكارية، هل لديكم ربما الإمكانات اللوجستية والبشرية لمراقبة مسالك التوزيع وضرب على أيدي المحتكرين؟ بصرف النظر على الإمكانيات عندنا إرادة قوية لمكافحة ظاهرة الاحتكار بإمكانياتنا المحدودة حاليا قاعدين نتعاملوا. تقريبا احنا معناها النشاط الرقابي متاعنا ضعف في الفترات هذه منذ شهر أكتوبر، حاليا معناه تقريبا منتصف فيفري أكثر من 4000 مخالفة، وهذا كان في الأشهر العاديين يعني نعملوها في شهر كامل، حاليا معناه نعملوا فيها في 15 يوم وحتى في أقل. ضعف الإمكانيات أيضا عندنا برامج رقابية مشتركة مع كل الأسلاك الرقابية الأخرى اللي مشكورة بالمناسبة عزت معناه العمل الرقابي والمجهود الوطني لمكافحة الاحتكار، هذا مواصلين فيه بأكثر نسق
في الفترة القادمة، خاصة احنا انطلقنا تو في برنامج يعني استباقي لشهر رمضان، كما تعرف معناه تكثر عمليات الاحتكار والمضاربة عفوا وعمليات معناه الخزن العشوائي، هذا قاعدين يوميا معناه نتصدوا العمليات هذه، مئات الأطنان من مشتقات الحبوب المدعمة، آلاف اللترات من الزيت النباتي يوميا يقع الكشف عليها في مخازن متاع احتكار أو في استعمالات يعني مهنية غير مشروع المواد هذه على حساب القوت متاع المواطن التونسي. هذا مواصلين فيه بكل عزيمة بكل ثبات وباش نزيدوا ندعموه في الفترة القادمة. بخصوص تهريب المواد المدعمة إلى بلدان مجاورة، من المسائل ربما التي عمقت الأزمة، والمواطن التونسي حقيقة يشعر بالضيم عندما يشاهد مواد مدعمة تونسية في أسواق بلدان مجاورة، ما الجديد بهذا الخصوص؟ بالنسبة لمكافحة التهريب عنا برنامج خصوصي خاصة مكافحة تهريب مشتقات الحبوب المدعمة كما العجين الغذائي، هذا انطلقنا فيه تقريبا منذ شهر ديسمبر وقاعد تدريجيا معناه يقع ترفيع في النسق متاع التدخلات، تقريبا أكثر من 1000 طن من المواد هذه تم حجزها بأشكال متنوعة وعجيبة تاع العمليات ومحاولات التهريب متاع المواد هذية. هذا برنامج رقابي نخوضوا فيه معناه مع كل الأسلاك الرقابية الأخرى بالتوازي مع هذية، يعني عنا منظومات رقمية اللي طورناها في لمتابعة المواد هذية للحد من ظاهرة التهريب متاعها، وإن شاء الله أيضا مش يكون فما تراتيب قانونية قوية تزيد تجرم أكثر يعني الممارسات هذية وتعطي أكثر صلاحيات لهياكل الرقابة باش تدخل، لأنه هذا خط أحمر التلاعب بالقوت متاع المواطن التونسي وخاصة معناها عمليات التهريب والناس اللي تحب تستكرش على حساب يعني المقدرة الشرائية متاع المواطن البسيط. مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، شكرا لك على كل هذه المعطيات. في موضوع آخر، انطلقت اليوم بمدينة صفاقس أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل لتتواصل على مدى 3 أيام تحت شعار متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. المؤتمر انطلق بحضور نحو 620 نائبا وضيوف الاتحاد والمنظمات من تونس والخارج. هذه هي بداية أشغال المؤتمر العادي 25 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مؤتمر يأتي في فترة سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة تمر بها البلاد. تونس اليوم تنادينا جميعا وتنادي بصوت عالي لكل أحرائها وأحرارها، ونحن في الموعد أبناء وبنات الاتحاد، كل الأنظار وكل الأعناق مشرقة إلى هذه القاعة لمكانة الاتحاد العام التونسي للشغل ومكانته في النضال الاجتماعي وفي دوره الوطني الحقيقي. واليوم نحن بنات وأبناء تونس ولن نترك وطننا وتونسنا تستغيط، ونحن نقول نواة، نحن هنا يا بلدي العزيز. طبعا دول الاتحاد في الظرف الصعيب هذا اللي تعيش به البلاد، ظرف الاقتصادي والمالي والاجتماعي لغير ذلك، السياسي نفس الشيء، إلا أنه الاتحاد مستعد باش نمد ايدينا بعضنا، لكن بلم الشمل بحوار دون معناتها استشاره الاتحاد وتشريك الاتحاد في كل الخيارات وفي كل التوجهات راه البلاد ماهيش باش تنجح. وفي الوقت الذي اكد فيه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البغديري ان ما يحدث هو ضرب للديمقراطيه داخل المنظمه الشاغله، يؤكد اخرون ان هذا المؤتمر هو رد على كل المشككين بخصوص الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد. شعار المؤتمر متمسكين باستقلال قرارنا هو رد على كل المشكين ورد على الفصل 20 وما والقضاء إلى غير ذلك، هو معني القرار هذا. والشعارات اللي نرفوا فيها هي كل شعارات نهزوا فيها خاصة العشر سنوات الأخيرة، هي شعارات ما بعد 2011 وما زالت متواصلة خاطر ما تحققتش، وهذوما من أهداف النقابي ومن أهداف الاتحاد هو تحقيق العدالة الاجتماعية، العدالة الجبائية، الصحة، النمو، التشغيل، هذه كل شعارات المؤتمر ومش يكون في اللوائح إن شاء الله. اليوم الأول لهذا المؤتمر شهد حضور اتحادات دولية للنقابات والعمال من مختلف أنحاء العالم،
وطرح لفكرة العمل النقابي كأحد ركائز الديمقراطية. يعني احنا لهذا السبب انا كنت متواجد اليوم في حضور المؤتمر 25 للاتحاد التونسي للشغل لنأكد اولا على العلاقات المشتركة وعلى عمق العلاقات المشتركة، وايضا لكي نعبر للعمال التونسيين ولقيادة الاتحاد التونسي للشغل وللشعب التونسي على انه فلسطين ودائما ممتنة للشعب التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل. المؤتمر العادي 25 للاتحاد العام التونسي للشغل في يومه الأول شهد انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه مع تشكيل لجان المؤتمر الخمس وتلاوة التقرير المالي والأدبي. مراسل الأخبار من صفاقس قيس هماني يوافينا بالمزيد عن أشغال اليوم الأول من المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل. قيس مرحبا بك، إذا كيف تسير أشغال المؤتمر حتى الآن وفي أي أجواء؟ اهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع. تقريبا منذ حوالي ساعة انتهى اسجل السيطرة على اشغال النقاش العام للحصة المسائية، بعد ان كانت الحصة الصباحية في الحقيقة حافلة وتميزت بان الافتتاح كان ذات طابع احتفالي في جانب كبير من صباحة هذا اليوم قبل ان يتلى التقريرين الادبي والمالي وقبل ان تتم انتخاب اللجان التي ستشرف وستتابع لوائح هذا المؤتمر، كما أنه هذا الصباح شهد انتخاب أعضاء المؤتمر لجان المؤتمر وأيضا رئيس المؤتمر ونائبيه والمقررين. طبعا هذا ما يحدث عادة في مثل هذه المؤتمرات للاتحاد العام التونسي للشغل. مؤتمر صفاقس أراد أن يتميز في الحقيقة في ظرف حساس وفي بطريقة أيضا تشير إلى أن الاتحاد يعتبره الكثيرون صمام أمان لهذا الوطن، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحمل هم الشغالين وأيضا يحمل هم الوطن. لكن مؤتمر 25 طبعا كما ذكر منذ قليل في تقرير زميلي زهير ينعقد في ظل جدل حول الفصل 20 وما رافقه أيضا من نقاش ووصل إلى درجة وصل إلى أروقة المحاكم، إلا أن المؤتمر يبدو أنه لم يتأثر سير العادي. لتأكيد هذا الكلام استضفنا السيد يوسف العوادني رئيس المؤتمر 25 الاتحاد العام التونسي للشغل. هل أثر يوسف هذا الجدل حول الفصل 20 ولأول مرة سيتم تجديد لثالث دورة بعض أعضاء المكتب التنفيذي لهذه المنظمة الوطنية؟ والله للمرة الأخيرة نحب نتوجه لكافة مشاهدي قناتنا الوطنية وكذلك المشكلة متاع الفصل 20 راهي حسمت داخل أطر الاتحاد، وكل من يتكلم عن الفصل 20 حاليا فهو يغرد خارج السرب. أبناء المنظمة أبناء الاتحاد العام التونسي للشغل حسموا المسألة هذه من خلال مجلس وطني تمت المصادقة على دعوة مؤتمر استثنائي غير انتخابي، وبالتالي تم حسم المسألة هذه بحكم أنها أخذت ما يكفي من النقاش داخل أطر هيئات إدارية وطنية مجلس وطني ثم مؤتمر استثنائي غير انتخابي وتم إقراره بناء على قرار مجلس وطني. هذا الفصل في أصبح من الماضي، وما على الناس التي ما زالت تتمسك بهذا الفصل نقول لهم كفى وأرجو إلى الجادة وانضموا لصف الاتحاد العام التونسي للشغل الجامع الموحد لكل من له حق الانخراط في هذه المنظمة، وبالتالي معناها ما نحبش نزيد نهبط إلى مستوى أقل ما يقال فيه أن المثيرين الأقلية القليلة من الفصل 20
ما نحبوش نعطوا المستوى نتاعهم، نقول لهم ربي يهديكم وليام بيننا. وتو تشوفوا الاتحاد العام للشغل ما زال سائرا على نهج المؤسسين والشهداء من اجل عزة تونس، وكذلك المقررات اللي مش تصدر على هذا المؤتمر ستكون في مستوى الحدث وفي مستوى اللحظة الفارقة اللي تعيشها تونس. يعني استاذ يوسف، ننتظر نقاش حاد في الغد حول عديد النقاط التي يمكن ان تكون حساسيه في هذا الظرف لتونس. نعرف تونس في فتره اقتصاديه حرجه، وايضا في فتره انتقاليه، وفي فتره يمكن فيها تخوفات لم تكن مطروحه امام المؤتمرين، ولم تكن مطروحه من الاتحاد العام التونسي للشغل. يبدو ان النقاش سيكون حادا، خاصه انه البلاد في منعرج نقدر نقول. كما جرت العادة، الإطارات النقابية اللي يمثلوا الجهات ومختلف القطاعات لهم من المعرفة ولهم من دقة التشخيص، ولهم كذلك من النظرة الوطنية ضمن مشروع الاتحاد العام للشغل منذ التأسيس. ولهذا النقاش صحيح سيكون نقاش عميق ودقيق، ودائما وابدا معناها امام النواب وامام مقررات الاتحاد. المؤتمر هذا هو الخيار الوطني، ومن اجل المساهمه في الدفاع على القرار الوطني، وكذلك من اجل بلورة معناها مشروع ورؤيه تم المصادقة عليها يوم الاختتام، وستكون وثيقة بالنسبة للمكتب التنفيذي الذي سيتم انتخابه. هذا المكتب سيواصل ويدافع على مقررات المؤتمر الوطني هذا. نعم، هذا فكرة عن أشغال اليوم الأول وأيضا استباق لأشغال اليوم الثاني للمؤتمر 25 لاتحاد العام التونسي للشغل. نعم، إليكم مراسل الأخبار من صفاقس قيس هماني، شكرا لك ولضيفك. إذا يحضر هذا المؤتمر عشرات الشخصيات ضيوف الاتحاد من منظمات شقيقة وصديقة من عديد الدول المغربية والعربية والإفريقية والأوروبية، ومنها منظمة العمل الدولية، فضلا عن ممثلي المنظمات الوطنية. في الحصة الافتتاحية للمؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر ممثل عدة منظمات أجنبية، عبروا في كلمتهم الافتتاحية عن دعمهم للاتحاد في مسيرتها النضالية ودفاعه عن الشغالين ومصلحة الوطن، فيما انتقد عدد منهم وضع الحريات في تونس وحل المجلس الأعلى للقضاء، وما وصفوه باستئثار رئيس الجمهورية بعديد السلطات، مع ما يمثله ذلك من تهديد جدي على المسار الديمقراطي في تونس. هذا واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البغديري، اعتبر ما ورد في بعض التدخلات مسؤولين نقابيين دوليين بخصوص الوضع في تونس وحديثهم عن تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية هو بمثابة تدخل في الشأن التونسي. اليوم كيف بعض المسؤولين النقابيين الدوليين يتدخلون في الشأن التونسي، هذه تاع سي اس اي والاتحاد النقابات الاوروبيه، ويعبرون على صدمتهم من وضع في تونس وتجميع السلطات بيد رجل واحد. مساله وطنيه نحن ندافع عليها، ما نحبوش تدخل فينا. كان عليهم ان يتوجهوا للشعب الفلسطيني اللي يومين يقتل ويهجر من ارضه. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة قال إن منظمتي الأعراف والشغالين مطالبتان اليوم بالجلوس على الطاولة نفسها لإيجاد الحلول اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة. ما نحبوش خوصصة المؤسسات العمومية، نحبوا مؤسسات عمومية خاسرة، عاش نحبوها رابحة، ونحبها قاطرة متاع اقتصاد التونسي، ونحبها تعاوننا على ديمومة اقتصادنا، ونحبه وقت اللي نعمل مشروع نلقى ستيك وقفة معايا، وسوميك وقفة معايا، والبرت وقفة معايا، والدولة وقفة معايا. عميد المحامين إبراهيم بودربلا قال إنه يدعو كل الصادقين شغالين وأصحاب مؤسسات حتى يضافروا جهودهم من أجل إنقاذ البلاد. إن المنظمات الوطنية
وأن الوطنيين المخلصين الذين ينتجون بنظافة اليد سيكونون سدا منيعا للذود عن حماة وطننا. رئيس ضابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم قال إن القوى المدنية والسياسية الصادقة غير المتورطة في مأساة العشرية السوداء التي يعرف الجميع نتائجها الوخيمة، هذه القوى يجب أن تعمل يدا بيد. لازم كلنا مع بعضنا، قوى مدنية وقوى سياسية صادقة ما تورطتش في العشرية السوداء اللي اليوم نعيش نتائجها الوخيمة. هذا وينصرف النقابيون على مدار يومين إلى نقاش عام قبل انتخاب قيادة جديدة مدعوة للبت في ملفات اجتماعية كبرى في علاقة بتوجهات الدولة في المرحلة القادمة، منها الإصلاحات الكبرى. في الملف الصحي، انخفاض في نسبة التحاليل الإيجابية مع إمكانية تراجع نسبة المقيمين في المستشفيات الأسبوع المقبل هي سمة الوضع الوبائي هذه الأيام. يتزامن ذلك مع تأكيد اللجنة العلمية على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح. رصد إصابتين بالمتفرع عن المتحول أوميكرون، الأولى تم تسجيلها في تونس العاصمة والثانية في ولاية صفاقس، وذلك بعد القيام بالتقطيع الجيني، ومن خاصياته سرعة الانتشار التي تفوق 30% مقارنة بالمتحول الأصلي أوميكرون. وفق الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل، فما تبديلة صغيرة في التركيبة متاعه، أما بالنسبة للخاصيات اللي تهم المواطن هو المتحور هذايا متاع الأوميكرون، هذايا متحور سريع الانتشار أكثر من الأوميكرون الأصلي أكثر ب30%. بالنسبة للخطورة متاعه مازال ما فماش حاجات معناتها متأكدة حتى لتوا، أما الظاهر كونه باش يكون في نفس يشبه ياسر للأوميكرون، ما فماش برشا معناتها برشا اختلافات مع الأوميكرون. وبالنسبة للوضع الوبائي فقد وصف بالمستقر في علاقة بالمقيمين في المستشفيات ومنها في أقسام الإنعاش، مع تسجيل انخفاض في نسبة التحاليل الإيجابية، ومن المنتظر أن يتواصل الانخفاض خلال الأسبوع القادم، ما يفيد إمكانية الانفراج وتخطي ذروة الموجة الخامسة. خلال الموجة الخامسة هذه معناتها سجلنا ارتفاع معناتها ملحوظ، واللي خلانا مع تنزيد ونوسع معناتها منطقة الاستيعاب إلى جانب المنزه، معناتها فتحنا لهنا قسم استشفائي أمراض الرئة، منطقة الاستيعاب نتاعو كاملة معبية في حوالي 14، إلى جانب المنزه كيف اللي هو سجل معناتها تطور كبير في العدد اللي هو يوصل حتى 50 مريض في الأكسجين مع حوالي 15 في الإنعاش. هذا إلى جانب قسم الإنعاش عنا لهنا كيف فيه 10. خلال المدة الأخرانية كلها معناتها منذ عدة أسابيع لاحظنا شبه استقرار في الوضع معناتها الوبائي هذا. بالنسبة للأشخاص المقيمين في المستشفيات توا عنا استقرار، ما همش قاعدين يرتفعوا، معناتها هما خاطر ديما ثم عندك ديكالاج ما بين الهبوط نتاع نسبة التحاليل الإيجابية وبعده بمدة باش يبدأ ينخفض العدد المقيمين بالمستشفيات. الأقسام الإنعاش كيف الوضع معناتها عدد المقيمين قاعد مستقر، عدد الأشخاص اللي تحت العناية المركزة كيف وتوا يزلنا نستناو حتى إن شاء الله أبارتير من الجمعة الجاية باش يبداو ينقصوا عدد المقيمين في المستشفيات. ديما فما كما قلت لك الديكالاج وعدد الوفيات كيف. أما عن طبيعة المقيمين في المستشفيات فأغلبهم لم يتلقوا جرعة التطعيم ضد الوباء أو لم يستكملوا التلقيح. اللي نشوفوا فيه كونه فما برشا أشخاص ما همش ملقحين بالكل، فما أشخاص اللي ما همش مستكملين التلقيح، وفما أشخاص اللي عملوا معناتها الجرعتين أما الجرعة الثالثة ما زالوا ما استكملوهاش، وعندنا عدد ضئيل جدا من الأشخاص اللي ما زالوا كيعملوا الجرعة الثالثة أما تلقاهم عادة أشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة. هذا وأكدت اللجنة العلمية على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية والإقبال بكثافة على التلقيح خاصة الجرعة الثالثة والتكثيف من عمليات التقطيع الجيني تحسبا من ظهور سلالة أخرى لفيروس كورونا.
إلى عالم الفضاء مع إنجاز تونسي جديد، حيث فازت تونس بفرصة إطلاق أول قمر صناعي تعليمي في تاريخها بعد فوزها بمسابقة دولية في مجال الفضاء. الخبر أعلنت عنه اليوم منظمة الأمم المتحدة التي تشرف على المسابقة. على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للجنة الاستغلال العلمي للفضاء الخارجي بمدينة فيينا النمساوية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن فوز فريق تونسي بتصميم أول قمر صناعي تعليمي، ليضرب بذلك موعدا مع النجوم في موفى سنة 23 و2000. اليوم فرحانين ياسر اللي تم اختيار مشروع تونسي، زوز مشاريع فقط تم اختيارهم متاع أقمار اصطناعية بإشراف من مكتب الفضاء الخارجي للأمم المتحدة والوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، من جملة عديد المشاريع قدمتها عديد دول، وهذا بطبيعة الحال مرة أخرى يؤكد على الكفاءات التونسية. اليوم احنا نحتفلوا بأول مشروع تعليمي أو المشروع قمر اصطناعي تعليمي، لكن عنا أيضا تم إطلاق في السنة الفارطة أو القمر صناعي تونسي، وهذا بطبيعة الحال يؤكد أن تونس قاعدة تتموقع في إفريقيا كدولة لها القدرة على تصنيع، لها القدرة على استغلال، ولها القدرة على لعب دور في مجال الفضاء، وخاصة أن تطبيقات الفضاء مهمة جدا في كافة أوجه الحياة الاقتصادية وأيضا في المجال العلمي والتكنولوجي. ويهدف هذا المشروع لبناء قدرات تونس في مجال الفضاء عبر توفير فرصة العمل على صناعة جهاز ذكي تتم تجربته في الفضاء على ارتفاع يناهز 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، كما سيساهم هذا المشروع في نقل الخبرات من اليابان إلى تونس عبر التنسيق والتعاون الفني مع وكالة الفضاء اليابانية خلال كامل المراحل المهمة التي تمتد على سنة ونصف. مراحل المشروع المشروع هذا على 18 شهر عام ونصف، باش يطير اول يتم اول حاجه تصنيع القمر الصناعي، وهوني يظهر البعد الاكاديمي للمشروع هذا على خاطر يشاركوا فيه الطلبه، باش يتعلموا منه الطلبه، باش يكون بيان اونكادري من الخبراء ومن الاساتذه الباحثين، باش يتم بعد الصنع هذا باش تتم تجربته بيان سور مع كامل شركائنا تحت سلطه الاشراف اللي موجوده في تونس مع المؤسسات المعنيه، ومن بعد تالي باش يصير اطلاقه، اخر مرحله هي اطلاقه اللي باش تكون في الوكالة الفضائية اليابانية على متن صاروخ ياباني أو أمريكي، هما بعتيلي حدونا، ولهذا باش يكون سنة 2023. ويمثل القمر الصناعي الأكاديمي الأول في تاريخ تونس حافزا لتشجيع المهندسين التونسيين على الابتكار في مجال الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. خلال ندوة صحفية تم الإعلان عن إطلاق مشروع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات. هذا المشروع سيساهم في دعم التكوين والتطوير المهارات لدى خريجي الجامعات في مجال المهن التكنولوجية والرقمنة، خاصة أمام تنامي احتياجات سوق الشغل لهذه المهارات والاختصاصات. بتمويل ألماني ناهز 10 مليون دينار تم الإعلان عن إطلاق مشروع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات. المشروع الذي فازت بإنجازه المدرسة الكندية بتونس يهدف إلى تحويل تونس إلى منصة إفريقية في التكوين ودعم القدرات في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. في تونس نستقبل برشا شبان من إفريقيا ونحبوا يجيوا يتكونوا هنا، باش على التكوين بتاعهم باش يصير ان اشانج كوميرسيال اوسي و اندستريال. بالنسبه دونك عندنا 8 بلدان افريقيه منهم تونس، هو يهم 5 دي فيليير دو فورماسيون بروفيسيونيل باش يبداو بالدوبل سيرتيفيكاسيون تونيزيان وكنديان، و دونك توا الدراسات حاضرين والاشغال باش يبداو ان شاء الله في شهر جون. وقد بيّنت الدراسات المتعلقة بالتكوين والتشغيل حاجة سوق الشغل للمهارات والكفاءات المتخصصة في المهن التكنولوجية، وهو ما يستوجب ضرورة النهوض بالتكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفق ما أكده وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي. التوى مازلنا في الجامعات التونسية قاعدين نخرجوا في العديد من الكفاءات
اللي لازمهم تكوين إضافي على التكوين الجامعي باش يستجيبوا بطريقة كاملة وتامة للحاجيات متاع سوق الشغل. وفي هذا الدولة قاعدة تقوم بمجهود كبير، أما كما تعرفوا توجهات في العالم الكل أنه لازم يكون فما تكامل بين المجهود اللي تقوم به الدولة والمجهود اللي يقوم به القطاع الخاص. سيئة متاع المشروع هذايا أنه هو باش يكون فيه زادة مكان للشباب اللي يجيوا من فئات اجتماعية يمكن في العادة ما عندهاش القدرة المادية باش أنها تدفع مثلا تكاليف متاع التكوين في مثل هذا النوع من المؤسسات. في 2017 عملنا اونيتود على سوق الشغل، معناها الجاب ما بين لا دوموند اي لو بيزوان دي زونتربريز، كان حوالي 12000 موطن شغل، معناها خالي ولا مطلوب. اش معناها؟ معناها مالغري اللي فما معناها دي جون ديبلومي اللي قاعدين يخرجوا لكن ما عندهمش لي كومبيتونس ادكوات. الاحسن حاجه سي سكون ابل البارتنريا بوبليك بريفي، معناها ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، نحاولوا نحسنوا ونشجعوا على المبادرات هذه خاطر في الاخر شكون باش يربح؟ هو الاقتصاد التونسي. ويذكر ان هذا المشروع يندرج في اطار البرنامج الاقليمي التابع لوكاله التنميه بالاتحاد الافريقي. اعلنت رئاسه الجمهوريه مساء اليوم ان رئيس الدوله قيس سعيد سيتحول الى بلجيكا لحضور اعمال الدوره السادسه لقمه الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي التي ستنعقد يومي 17 و18 من فيفري الجاري ببروكسل. واوضحت الرئاسه في بلاغ لها ان برنامج زياره رئيس الجمهوريه سيشتمل على المشاركه في فعاليات هذه القمه، فضلا عن اجراء سلسله من اللقاءات مع عدد من قاده الدول الاوروبيه والإفريقية وكبار المسؤولين في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيد بالعاصمة البلجيكية بروكسل في القمة الأوروبية الإفريقية التي كان دعا إليها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمناسبة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي منذ غرة جان في 22 و2000. القمة التي يشارك فيها رئيس الجمهورية تجمع بين رؤساء الدول والحكومات الأوروبية ونظرائهم الأفارقة ما يشكل فرصة لاستعراض سبل التعاون بين الضفتين ضمن إطار تنموي جديد يقوم على الندية في التعامل. وتستمد القمة أهميتها من كونها تأتي في وقت يعيش فيه الاتحاد الأوروبي منعطفا كبيرا بمراهنته على مبادرة البوابة العالمية، وهي مبادرة يعول عليها للحد من النفوذ الصيني الآخذ في التطور عبر مشروع طريق الحرير واستعادة مكانته في القارة السمراء. كما تراهن فرنسا الداعية إلى هذه القمة إلى إعادة ترتيب أوراقها في القارة الإفريقية. وحسب تقرير للاتحاد الأوروبي فمن أهم الملفات المطروحة على قادة الاتحادين إطلاق حزمة استثمارات إفريقية أوروبية طموحة، بالإضافة إلى التحديات العالمية كالتغيرات المناخية والأزمة الصحية التي غيرت وجه العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك في اتجاه بلورة حلول وأدوات لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة تأسيس عقد اقتصادي ومالي جديد بين القارتين. وللتذكير فالقمة الحالية تعتبر السادسة منذ بداية الشراكة بين القارتين عبر آلية القمم، حيث تعود أول قمة إلى عام 2000 بالقاهرة، تلتها قمة لشبونة سنة 2007، ثم قمة طرابلس في 2010، فقمة بروكسل سنة 2014، ثم قمة أبيجان سنة 2017. في إطار متابعة تطورات الوضع في أوكرانيا، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس بأنها على تواصل مستمر مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا من خلال سفارة تونس بموسكو والقنصلية الشرفية بكييف والجمعيات التونسية الناشطة بهذا البلد. كما أكد سفير أوكرانيا في تونس أن حكومة بلاده ستعمل على حماية الجاليات الأجنبية بما فيها الجالية التونسية المقيمة في أوكرانيا في حال اندلعت الحرب مع روسيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول مجريات الأوضاع في أوكرانيا.
الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية شائك، ولكنه لا يزال تحت السيطرة، هكذا يقول سفير جمهورية أوكرانيا في تونس فلاديمير خومينيتس، الذي أكد في مؤتمر صحفي من مقر السفارة أن بلاده تقوم بحشد دبلوماسي وعسكري ضد التصعيد الروسي، وهي جاهزة لكل السيناريوهات بما فيها اندلاع حرب مع روسيا، وأنها ستوفر أسس الحماية للجاليات الأجنبية بما فيها الجالية التونسية المقيمة بأوكرانيا. القوات الأوكرانية تسيطر على الأوضاع على الحدود مع روسيا، والحكومة ستعمل على توفير سبل الحماية لكل مواطنيها وللجاليات الأجنبية المقيمة على الأراضي الأوكرانية، ونحن في تنسيق مستمر مع السلطات التونسية والقنصلية التونسية بكييف لتقديم كل المعلومات اللازمة حول الأوضاع، فالوضع تحت السيطرة ولا داعي للخوف. السفير الأوكراني بتونس الذي أشار حسب إحصائيات تقريبية إلى وجود أكثر من 1500 مقيم تونسي من بينهم أكثر من 500 طالب يدرسون في الجامعات الأوكرانية، قال إنه من الضروري التأكد من صحة بعض المعطيات، وذلك في تعليقه على إعلان الرئيس الروسي بوتين سحب جزء من قوات بلاده المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا. استمعنا إلى إعلان بوتين عن انسحاب جزء من القوات الروسية من الحدود الأوكرانية، لكن علينا وبمعية حلفائنا التأكد من صحة هكذا معطيات. هذا يذكر إلى أن أوكرانيا تشهد منذ فترة قلقا متصاعدا بسبب نشر روسيا أكثر من 100,000 جندي على حدودها. وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، أكدت روسيا بدء سحب قواتها معلنة استعدادها للحوار. في المقابل أبدى حلف شمال الأطلسي قلقه في ظل عدم اقتناعه بتراجع روسيا عن غزو أوكرانيا. وسط ترحيب أممي باتباع نهج المفاوضات وطريق دبلوماسي لخفض حدة التوتر ونزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، مع انطلاق محادثات تستمر اليومين لوزراء دفاع دول الحلف في مقره ببروكسل، اتهم حلف شمال الأطلسي اليوم روسيا بتعزيز حشدها العسكري الضخم على حدود أوكرانيا بالمزيد من القوات. وبدأ ينسى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عدم اقتناعه بأن التهديد بغزو روسيا لأوكرانيا قد تراجع، معبرا عن أمال حذرة إزاء نجاح الدبلوماسية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي أكد بدوره أنه لا يرى حتى الآن انسحاب القوات الروسية من مواقع قريبة من الحدود الأوكرانية في زيارة له لغرب أوكرانيا. من جانبها كتبت موسكو أنها بصدد سحب قواتها، وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا قالت أنه يظهر دبابات ومركبات نقل أفراد ووحدات مدفعية ذاتية الدفع تغادر شبه جزيرة القرم التي انتزعت موسكو السيطرة عليها من أوكرانيا في 14 و2000، وذلك عبر جسر للسكك الحديدية بعد إجراء مناورات. وأضافت وزارة الدفاع أن المعدات القتالية والعسكريين ستنقلهم قطارات عسكرية إلى نقاط الانتشار الدائمة للوحدات، وعند الوصول ستخضع المعدات للصيانة والتجهيز لتنفيذ المرحلة التالية من التدريب القتالي. وفي الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الكبرى لحلحلة الأزمة بين البلدين، أكدت اليابان لأوكرانيا وروسيا أن الدبلوماسية هي السبيل نحو حل الأزمة. ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية، وحث روسيا على إظهار عزمها على وقف التصعيد بشأن أوكرانيا بالأفعال وليس بالأقوال، لأنها شرط الحوار السياسي الصادق والصريح. وتوازيا مع الضغط الميداني، كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية إن هجوما إلكترونيا غير مسبوق على شبكات الإنترنت التابعة لها وبنكين لا يزال مستمرا لليوم الثاني، ووجه مركز أمن المعلومات الأوكرانية صابع الاتهام إلى روسيا. ومن جانبه نفى الكرملين يا ضلوعا لروسيا في الهجوم الإلكتروني، مضيفا أنه لم يتفاجأ بأن كييف ألقت بالمسؤولية على موسكو. هذا التصعيد الأوكراني الروسي عمق بدوره الوضع الإنساني، ليؤكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نحو 2.9 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في شرقية أوكرانيا، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 و2000 والتي تم إطلاقها مؤخرا بهدف الوصول إلى 1.8 مليون من الفئات الأكثر ضعفا بخدمات المساعدة والحماية على جانبي خط التماس، حيث تسعى خطة الاستجابة الإنسانية للحصول على 190 مليون دولار. في أخبار الرياضة، توج المنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية لكرة السلة التي اختتمت اليوم بمدينة دبي الإماراتية، وذلك بعد الفوز في النهائي على المنتخب التونسي ب 72 نقطة مقابل 69. وكان المنتخب التونسي فاز في الدور نصف النهائي على جاره الجزائري، فيما أزاح المنتخب اللبناني منتخب الصومال،
ويعد هذا اللقب الأول من نوعه بالنسبة إلى المنتخب اللبناني، فيما سبق للمنتخب التونسي أن توج باللقب العربي في 4 مناسبات آخرها كان عام 2009. تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد فوزها عشية اليوم على الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا بمجموعتين دون مقابل وبواقع 6-3 و6-1 في اللقاء الذي جمعهما لحساب الدور الثاني. وكانت أنس جابر تغلبت في الدور الأول على الروسية فييرا زفوناريفا بمجموعتين لمجموعة واحدة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ أصدرته اليوم عن قرار السماح رسميا بعودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية ابتداء من السبت 19 من فبراير الجاري بنسبة 50% بين جماهير محلية وزائرة بالنسبة إلى المقابلات المحلية والقارية والدولية. وأشارت الوزارة إلى ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 مع احترام البروتوكولات الصحية والالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية المعمول بها. ويأتي هذا القرار الذي اتخذته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة كلها اعتباراً لما يمثله حضور الجماهير من دعم معنوي مهم لكافة النوادي وفي ظل استقرار الوضع الصحي في تونس. تنطلق بعد قليل الدفعة الثانية من مباريات ذهاب ثمن نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية في كرة القدم، فبعدما حسم أمس باريس سان جيرمان الفرنسي قمة ملعب حديقة الأمراء بفوزه بهدف دون مقابل على ريال مدريد الإسباني، وبعد فوز عريض لمانشستر سيتي الإنجليزي بخماسية نظيفة على مضيفه البرتغالي سبورتينغ لشبونة، يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على إنتر ميلانو الإيطالي في مواجهة تعتبر متكافئة على الورق، فيما يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي بايرن ميونخ الألماني. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. نقص في المواد الغذائية الأساسية في بعض المناطق الريفية، والأخبار نقلت صورة عن معاناة السكان اليومية رغم التزويد والمراقبة من قبل وزارة التجارة. انطلاق أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس بحضور نقابيين والضيوف والمنظمات من تونس والخارج. الحلف الأطلسي يتهم روسيا بتعزيز حشدها العسكري الضخم قرب أوكرانيا، ووزارة الخارجية تؤكد أنها على تواصل مع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات فريق النشرة، في أمان الله.